عام جديد ولعبة جديدة من سلسلة فورزا للسباقات التي باتت سنوية ما بين سلسلة موتو سبورت التي تقدم مع الواقعية والمحاكاة وسلسلة هورايزن التي تأخذنا لخارج الطريق بشكل أكبر بتوجه نحو محبين الألعاب عموما أكثر من كونها لمحبين الواقعية والمحاكاة. طيب وش اللي ممكن تقدمه لعبة جديدة من سلسلة فورزا موتو سبورت؟ لا شك أن فريق التطوير تيرن 10 يقضي ساعات طويلة لمحاولة اكتشاف ذلك مجارات الواقعية بكافة تفاصيلها بكل جزء جديد. واليوم نقدم لكم مراجعة الجزء السابع من السلسلة وما يحمله لنا من تحسينات ومشاكل الخاصة بلا شك. أول شيء خلينا نتكلم عن رسوم اللعبة. لا شك أن فريق التطوير هنا بارع بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فرغم من تجربتنا للعبة بجهاز الاكس بوكس العادي بدون مشاهدات تأثيرات 4K بنسخة الحاسب أو بجهاز الاكس بوكس 1 الاكس، ولكن الأمور تبدأ مذهلة. سرعة الإطارات هنا 60 إطار بالثانية وبتفاصيل رائعة جدا، وتأثيرات الطقس الواقعية بدقة 1080p تجعل هذه اللعبة من أجمل ما يمكن مشاهدته على أجهزة الجيل الحالي على المستوى التقني. هناك بعض التباطؤ المحدود جدا الذي نشاهده بالعروض وليس بالسباقات نفسها، وحقيقة لا يمكن ذكرها كعيب في هذه اللعبة. بالنسبة للأصوات فيمكن أقول أن فريق التطوير يحتاج لبعض التحسينات هنا. ما زالت أصوات المحركات ليس بالصوت اللي توقع عن تجربة محركات رياضية. هنالك عروض تقديم القصة وغيرها، وحقيقة قد تكون واحدة من أكبر مشاكل هذه اللعبة بكونها ستشعرك بأنك قد قمت بتجربة كل هذا من قبل. بشكل مجمل على الصعيد التقني فورزا 7 تبدو مذهلة كالعادة، ولا يوجد فريق تطوير مثل تيرن 10 لاستعراض قدرات جهاز الأكس بوكس. خلينا نتكلم عن أسلوب اللعب. فإذا كنت متمرسا في سلسلة ألعاب فورزا فهذه اللعبة تقدم لك المزيد من نفس الشيء. هناك 700 سيارة بإمكان الحصول عليها و30 مضمار من ضمنهم مضمار دبي. من الجميل جدا مشاهدة مضامير من الدول العربية بلا شك، ولن تجد مشكلة بقلة أطوار اللعب سواء بطور اللاعب الواحد أو أطوار اللعب الجماعي. فهناك طور فورزا درايفرز كاب التي ستخوض عن طريق البطولات بتصفيات مختلفة من المركبات، وعليك بجمع النقاط بالفوز لشراء المركبات الجديدة وتطوير مركبتك. ما يعيب اللعبة بعض الشيء هو الإحساس الدائم بكونها قد خضت معظم هذه الأشياء من قبل. وحقيقة لا أضع اللوم كثيرا على فريق التطوير لأنها لعبة واقعية بنهاية الأمر، وعليهم الالتزام بالمحافظة على ذلك. وفي هذا الجزء أيضا يعود لنا نظام المساعدة بالقيادة، بإمكانك العودة لوقت سابق من السباق قبل أن تصدم بمركبة أخرى أو جدار أو تأخذ من عطفا سيئا، ولا يوجد عقاب لاستخدام ذلك باللعب. وحقيقة هذا الأمر يجعلني أفضل سلسلة فورزا على غيرها، لأن الواقعية المبالغة فيها في بعض الأحيان ليست مسلية، ولكن أتفهم كثيرا أن لا يتقبلوا البعض ذلك. واحدة من المشاكل المعتادة بسلسلة ألعاب فورزا هو الذكاء الاصطناعي للمنافسين، فكثير من المرات تجد بعض المتسابقين يتصرفون بشكل غير واقعي على حساب السباق نفسه، فتجد المنافس يحاول اصطدام بك ليخرجك من المضمار وإن كلفه ذلك أن يخسر السابق، وهذا الأمر لا يمكنه مشاهدته بالسباقات الواقعية. هتبدأ السباقات بالمركبات المتوسطة حتى ترتقي من مختلف تصنيفات المركبات والسرعات المختلفة، ويظهر ذلك بما تقدمه اللعبة من رسوم مبهرة تجعل فائق السرعة واضحا بالسباقات. فورزا موتو سبورت 7 تقدم مع أفضل ما تم تقديمه بهذه السلسلة حتى الآن على كافة الأصعدة، رسوم رائعة ونظام لعب مسلي وتحسينات كبيرة بطور اللاعب الواحد ومحتوى ضخم بلا شك. ولم نقضي الكثير من الوقت بتجربة أطوار اللعب الجماعي، ولكنها تقدم نفس التجربة السابقة لمحبين الألعاب من هذا النوع. أتشوق كثيرا لمشاهدة اللعبة بدقة 4K مع صدور جهاز الأكس بوكس 1 إكس بشهر نوفمبر القادم. والآن التقييم النهائي للعبة، وتقييم للعبة هو 9/10. وكذا نوصل لنهاية المراجعة والتقييم. إذا عجبكم فكرة أننا ننزل لكم مراجعات للألعاب عن طريق اليوتيوب قول لنا في التعليقات، وأيضا من الضغط على زر اللايك عشان نعرف أنه فكرة المراجعات عجبتكم. ولا تنسى تزور موقعنا True Gaming عشان تشوف جميع المراجعات للألعاب. وأيضا إذا كنت جديد على القناة فلا تنسى الضغط على زر الاشتراك والجرس عشان تتابع فيديوهات ننزلها مثل 5 أشياء وتوب 10 مراجعات الألعاب وغيرها الكثير. شكرا للمتابعة ومع السلامة.